مش. طيب فتاني كده هنبدأ بس الأول باللاب للأونلاين، عشان بس المرة اللي فاتت كانوا زعلانين افتكروني بعتهم، بس أنا كنت يعني بدأت بس بدري ساعتها وحكيت الحدوتة وبعد كده ركزت مع الأوفلاين. الأونلاين هيشتغل إزاي؟ شبكة من 5 راوترات، راوتر هنسميه كده سي، هنسميه كده سي اي 1 كاستمر ايدج 1، واصل من ناحيه على لان، واصل من ناحيه ثانيه على شبكه ثانيه على وان. على مين في الوان؟ على راوتر اسمه بروفايدر ايدج 1، وبروفايدر ايدج 1 بعد كده واصل على بروفايدر كور، والبروفايدر كور بعد كده واصل على بروفايدر ايدج 2، والبروفايدر ايدج 2 واصل على كاستمر ايدج 2. ايه التارجت بتاعهم في اللاب بتاع الاونلاين؟ يحاولوا يخلوا الشبكه اللي هنا توصل للشبكه اللي هناك، كاستمر يكلم فرع شركته اللي في الناحيه الثانيه مرورا بالسيرفيس بروفايدر ايدج والسيرفيس بروفايدر كور. طيب الاي بي هات هيعرفوا هنا اي بي 1.1.1.1، ماسك كام؟ ماسك سلاش 24، 2.2.2.1 ماسك 30، 2.2.2.2 ماسك 30، 3.3.3.2 ماسك 30، 3.3.3.1 ماسك 30، 4.4.4.1 ماسك 30، 4.4.4.2 ماسك 30، 5.5.5.2 ماسك 30، 5.5.5.1 ماسك 30، واخيرا 6.6.6.1 ماسك 24. والمطلوب هنشغل او اس بي اف دي على كل الراوترات، وانتظرونا بقى ايه الخطوه اللي بعد كده. ليه النهارده هنعمل لابين؟ لاب سنجل اريا او اس بي اف، لاب مالتيبل اريا. يعني ايه سنجل اريا؟ هنشغل كل دول في اريا زيرو. الجزء الثاني من اللاب ان احنا هنخلي دول اريا ودول اريا زيرو ودول اريا ثانيه. فخلينا بس ايه في اول فكره لاب، فاول فكره لاب ان كلهم في اريا واحده. ان شاء الله الفكره الثانيه لو حد حب يبقى يسال يسبق فيها هيبقى بنقسم اريات. ايه الاريات بتاعتنا؟ هتبقى اريا 0 واريا 1 واريا 2. نيجي بقى لينا احنا في اللاب بتاعنا، احنا عشان عددنا بس اكبر فهنحتاج راوترات اكتر، بس كل مجموعه مسؤوله عن راوتر واحد بس. اول راوتر مين؟ مانشستر. معلش مين مسؤول عن مانشستر؟ ماشي ادي مانشستر. عندك انترفيس ثانيه مانشستر فيها بورت اسمها فاست 0 على 1، وهنا البورتات اسمها ايه؟ سايبها للي بيكونفجر، يعني اللي بيكونفجر حط بقى انت شوف البورتات دي هتبقى اسمها ايه براحتك انت، لكن احنا هنا الرسمه جاهزه اصلا، التوصيله جاهزه في الراك فاست 0 على 1. طيب وطالع بانترفيس اسمها سيريال 0 على 0 على 0 مانشستر. على مين؟ على راوتر اسمه باريس. معلش مين تاني باريس؟ باريس؟ ماشي. طيب كده ده اول فرع لشركتنا، تاني فرع تشيلسي. ومشارك فيه امنيه وايه. عندكم انترفيس هنا اسمها فاست 0 على 0، وهنا سيريال 0 على 0 على 0. ايه؟ طيب وبعدين تشيلسي وباريس واصلين بشكل مباشر على راوتر مدريد، ويقوم بدور مدريد النهارده الكناني واعوانه. معلش صح كناني انت مدريد؟ ماشي. طيب عندك دي اسمها سيريال 0 على 0 ودي سيريال 0 على 3. طب اشمعنى الارقام دي؟ بص انا بعد ما وصلت جيت ابص على الراوتر لقيت الارقام دي مطبوعه على الشاسيه بتاع الراوتر اصلا. نور جميل. ماشي. طيب مدريد بعد كده واصل بمين؟ مدريد بعد كده واصل على سويتش. اشمعنى دخلنا سويتش في الموضوع؟ بص هيطلع ان دول كده بوينت تو بوينت. طالما هم بوينت تو بوينت مفيش انتخابات لا دي ار ولا بي دي ار. فهنجيب سويتش عشان نشتغل بمود تاني للاو اس بي اف، بدل البوينت تو بوينت مود نشتغل برودكاست مود. احنا اللي بنختار هو باي ديفولت الاو اس بي اف، لو لقاهم كده يشتغل بوينت تو بوينت مود، لو لقاهم واصلين ايثرنت وعلى سويتش هيختار انه يشتغل برودكاست مود. طيب دي انترفيس كام؟ دي انترفيس ايثرنت 2 على 0. افتكر لك برضو اتاكد لك اكتر. على سويتش وبعد كده معاهم راوتر برشلونه. طيب واشمعنى لو على سويتش هينتخبوا دي ار وبي دي ار؟ وهيطلع لما بيوصلوا على سويتش ايثرنت بيتوقعوا الاتي، بيتوقعوا ان هم هيشتغلوا ايه؟ مالتيبل اكسس. فطالما في سويتش ممكن يبقوا فيهم الان 3 راوترات 4 راوترات، لازم يختاروا رئيس، لازم يختاروا نائب رئيس، واي حد زياده يبقى اسمه اذر. طيب دي ايثرنت كام؟ هحاول برضه اتاكد لك، بقول لك يتاكد على طول.
عشان ما نخشش في دوامه البورتات. اللي في مدريد اسمها ايثرنت 2 على 0، واللي في برشلونه ايثرنت 0 على 0. صح. طب معلش اتاكد لك، مدريد برضو سيريال 0 على 0 وسيريال 0 على 3. صح. مانشستر حالا، مانشستر شغال وواصل كونسول. اتفرج اشغلك تاني. ماشي. طيب برشلونه بعد كده واصل على مين؟ واصل على البايرن بسيريال 1 على 7. معلش من بايرن؟ ماشي. بعد كده البايرن واصل على البايرن سيريال 1 على 7 في برشلونه. السيريال دي في البايرن سيريال 3، هتاكد لك برضه. وسيريال زيرو في البايرن واصله على جلاتا سراي. جلاتا سراي بتاع كنت باشمهندس راوتر، جلاتا سراي. طيب جلاتا سراي ده عنده انترفيس اسمها سيريال زيرو على زيرو وايثرنت زيرو على زيرو. بص، هو ليه في اختلاف ما بين الارقام بتاعت البورتات دي؟ فرق موديلات. يعني في موديلات قديمه شويه بيبقى السيريال برقم واحد، موديلات اجدد السيريال فيها رقمين، احدث موديلات زيرو على زيرو على زيرو بيبقى بيميز البورت بثلاث ارقام. نص نص. ليه بقى؟ استنى، دي سيريال 0 على 0، لا 0 على 0، ودي سيريال لا 2 على 0 و2 على 2. بقول لك استنى اتاكد لك. باريس سيريال 2 على 0 و2 على 2. 2 على 0 دي اللي واصله بمين؟ 2 على 0 دي اللي واصله ب مانشستر. ماشي. وسيريال 2 على 2 فين؟ راح فين؟ 2 على 2 واصله ب مدريد. سيريال 0 على 0 في مدريد. صح؟ صح. سيريال 2 على 2 في باريس واصله ب 0 على 0، فده نص نص، هو جديد ولا هو قديم. طيب برشلونه عنده سيريال 1 على 1 واصله على ميلان. لا، وصل على روما. وسيريال 1 على 2 وصل على ميلان. برضو الرسمه الكبيره دي هبعتها للناس اللي على الجروب، بحيث برضو لو حد فيهم حابب ان هو يشتغل عليها بعد كده. وبعدين الراوترين دول وصلنا على اليوفنتوس. مين اليوفنتوس؟ ابو حميد محمد اسماعيل، انت اليوفنتوس. عندك هنا انترفيس اسمها فاست 0 على 1 ناحيه اللان، وعندك الاثنين انترفيس سيريال، واحدة اسمها 0 1 0، واحدة اسمها 0 3 0. بس معلش بدل ما اعذب نفسي، انا كنت اصلا مصور الراك، ابص على الصورة وخلاص. ماشي. ليها علاقة بالشرح ولا بعيدة عن الشرح؟ طالما ليها علاقة باللاب مفيش مشكلة، ممكن بعد المحاضرة ما تخلص. طيب والله دمي خفيف. طيب معلش، هنا كام؟ 0 1 0 0 3 0. صح. روما 0 1 0 و 0 على 0 على 0. بايرن اسف، بايرن اس 3 واس 1 مش اس 0. ميلان اس 0 على 1 على 0، انا كل ده جايبه مطبوع على الراوتر، و 0 3 على 0. طيب بصوا، دي اسامي البورتات اللي هتكونفجرها الناس اللي قاعدين معانا في هذا اللاب، وعايزين بقى بالظبط كده نوزع ايباد. يعني زي ما هم عندهم هنا ايباد، عايز اوزع لكم ايباد. برافو، كويس هانس، تطلعها من هنا. برافو. الايباد بقى عايزين الانترفيس دي تاخد اي بي 1111/24، ودي تاخد 2111/30، طب ودي 2112/30، طب ودي 3112/30، طب ودي 3111/30، طب ودي 4111/24، ودي 5111/30، 5112/30، 6 6111
سلاش. بص افتح الماسك شويه، خليه 24 مثلا. طب ليه؟ عشان دي مالتيبل اكسس، ممكن يبقوا اكتر من اثنين لما نزود اي راوترات في المستقبل. ودي 6.1.1.2/24. بقيه الانترفيسز في برشلونه 7.1.1.2/30، 7.1.1.1/30، 8.1.1.2/30، 8.1.1.1/30، 9.1.1.2/30، 9.1.1.1/30. الباقي سيبك من 10، 11.1.1.1/30، 11.1.1.2/30، 12.1.1.1/30، 12.1.1.2/30، 13.1.1.1/24، 14.1.1.1/30، 14.1.1.2/30، و 15.1.1.24. وتاني ايه اللي هيعمله في التاسكات؟ هكتب لك طبعا التاسكات كلها حالا. هدفنا ان احنا نشغل او اس بي اف. طالما هنشغل بقى او اس بي اف والشبكات دي عايزينها توصل لبعض من اند لاند باستخدام الاو اس بي اف سنجل اريا في الاول، يفضل انك انت عشان تقوم الاو اس بي اف تقلمه براوتر اي دي ثابت. ايه هو الراوتر اي دي الثابت ده؟ انك انت تعمل لكل راوتر حاجه اسمها اللوب باك. يعني بالنسبه للناس الاونلاين عايزين نعرف هنا اللوب باك، لوب باك، لوب باك، لوب باك، لوب باك. طيب هتسميها لوب باك كام؟ زيرو مثلا، ايا كان. طب ما نفس الكلام هنا، عايزين نعرف لا ده لوب باك وده 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 لوب باك، لوب باك. كل راوتر شغال او اس بي اف فور ذا ستابيليتي اوف ذا او اس بي اف، يا ريت نعرف اللوب باك. احنا اللي بنبنيها خياليه، لازم عشان نعرف لما نبنج ونتنت نبنج ونتنت باستخدامها. طيب لو ما زعتهاش الاو اس بي اف هيشتغل، بس ما حدش يعرف يتنت على الايباد بتاعت اللوب باك، مش تظهر في الراوتنج تيبل. بص المفروض ان الاو اس بي اف بيعمل ايه؟ بيحكي قصه حياته في حاجه اسمها ال ال اس اي. قصه حياته دي لاني انترفيسز للي بزعها، لان اللي ما بزعهاش مش هيحكي قصه حياته عنها. ادفرتايز لينك ستيت ادفرتايزمنت، مش كده اسمها ال اس اي. وات ويل يو ادفرتايز؟ طيب المهم هنعرف اللوب باك ازاي؟ بص بقى يا سيدي، هنخلي الراوتر ده اللوج بتاعته كالاتي. بصوا P1 R1 P1 R2، هقول لك حالا ايه البي والار دي. P2 R1 100 100 100 100/32. اللوب باك بتاعت برشلونه 200 200 200 200/32. طب روما P3 R2، ميلان P3 R3، هقول لك حاليا ايه البي والار. ويوفنتوس P3 R1، جلاتا سراي P4 R1، بايرن P4 R2. معلش ايه بقى البي والار دول؟ عايزك وانت بتعرف انترفيس لوب باك، بص تعرف اللوب باك ازاي، خش على الكونفجريشن، تعرف انترفيس لوب باك كام؟ زيرو مثلا، خلينا نتفق ان هي زيرو، بس براحتك اي رقم لو انت عايز. وانت جوه الانترفيس ازاي تعرف الانترفيس لوب باك؟ تديها اي بي ادرس. طب هنحط الايباد كام؟ اللي مكتوب له 100 ولا 200 خلاص زي ما هي كده بالظبط. اللي مكتوب له بي والار هيبقى اللوب باك بتاعتك 192.168.p.r. معلش قصدي ايه بقى بدوت بي دوت ار؟ يعني مثلا مثلا تشيلسي هيكتب 192.168.2.1، يعني مكتوب جنب البي حط مكانه الرقم ار رقم. يعني تاني مثلا راوتر زي باريس اللوب باك بتاعتك كام؟ 192.168.1.2. راوتر زي مانشستر 192.168.1.1. يوفنتوس محمد اسماعيل اللوب باك بتاعتك هتعرفها كده 192.168. البي بتاعتك 3 والار 1، 3 1 ويطلع. يعني ايه بي وار؟ بي مقصود بيها بود، بود يعني مجموعه راوترات، وار رقم راوترك في المجموعه دي. فدي المجموعه الاولى للراوترات راوتر 1 وراوتر 2، المجموعه الثانيه في الراوترات هو راوتر 1، المجموعه الثالثه بود 3، بود بي او دي، بود مجموعه الراوترات 1 2 3، المجموعه الرابعه بود 4 الاول والثاني. فانا قصدي بس ايه، مقسمين الراوترات كده عشان الارياز، بس ان ده اريا ده هيبقى اريا فمقسمها بود. فانت راوترك 3 1 بالظبط. والماسك كام؟ وعايزك تحط له الماسك اللي هو مقابل لماسك 32. فعايزك تعرف الماسك 32 ده بيتكتب ازاي؟ كله 255 نت، هيتكتب كله 255 نت. طيب التاسكات المطلوبه لاب 1، ما المطلوب من حضراتكم؟ هتخش على الراوترات انيبل، هتخش على الراوترات كونف تي، وهتعمل ايه في الراوتر؟ هتسميه، حلو،
وسنين. عايز تعرف باسورد ماشي، بس يا ريت لو عايز تعرف باسورد نثبتها، يعني لو هتسيب الباسورد خليها ثابته عشان خاطر انا عارف ان الناس اللي انت بتحب تسيب، وانا بتعذب بعد كده عشان اعمل باسورد ريكفري. فانيبل سيكريت خليها يا ريت سيسكو كلها سمول ليترز لو حابب ان انت تعمل باسورد. طيب عايزك في جميع الحالات لو ما عملتش باسورد انيبل حتى قوم لنا الفي تي واي لاين في تي واي على الاقل من 0 ل 4 5 في تي واي 5 تلنت سيشنز، وانت جوه الكونفيج داش لاين هتعرف ايه؟ هتعرف باسورد. اقول لك ايه؟ افتح لنا الدنيا. نو لوجن. نو لوجن بمعنى ايه؟ اللي يخش يخش من غير اي باسورد. نو نيد فور باسورد واير لوجن. شد خط. على فكره هتلاقي فعلا ان انا بعته على الجروب في اللاب جايد، هي دي الخطوات بالظبط اللي موجوده يعني. طيب ايه اللي هتعمله بعد كده؟ لاب 2. لا تاسك 2. تاسك 2 في اللاب ده انك انت هتخش على كل راوتر تقوم الانترفيس. انترفيس مثلا عندك انترفيس مثلا فاست ايثرنت مثلا كمثال، هتعمل ايه في الكونفيجريشن بتاعتها؟ هتخش على الانترفيس وتعمل لها اي بي ادرس، حط تاني اي بي اللي مكتوب في الرسمه والماسك بتاع الرسمه، وايه كمان؟ ما تنساش تعمل لها نو شوت داون اكزيت. ليه بعمل اكزيت؟ عشان اخرج من الانترفيس. وانا بقى بره الانترفيس هخش على اللي بعدين. ركز بقى في الحته اللي جايه دي عشان ابطال سي سي ان تي وبيقعوا فيها. شوف لو جبنا حد ان يعملها، حد ان في بطل يقع فيها. هقول له انترفيس وهنختار الانترفيس السيريال، ايا بقى كانت رقمها كام، كام على كام، ايا كان سيريالك ايه. وانت جوه السيريال هتعمل انترفيس اي بي ادرس وتحط الاي بي وتحط الماسك. حد عارف الماسك 36 يبقى كام؟ اخره 252 مظبوط. وهتعمل نو شت داون، الحته دي ما تنساش بقى. وهتعمل حاجه اسمها كلوك ريت. يا اما ابطال سي سي ام بي وقعوا فيها ليه؟ حته سي سي ام بي قوي. ايه كلوك ريت دي؟ لازم على الانترفيس السيريال، سيريال مش الايثرنت، يعني لو اشتغلت ايثرنت مفيش الكلام ده. الايثرنت سرعتها ثابته على 10 ميجا او 100 ميجا او جيجا. السيريال ستارتنج كلوك بتاعتها السرعه من اول 64 كيلو. فهتكتب كلوك تقبل منك عادي، ما تقبلش عديها. يعني ساعات تلاقي الامر ما تقبلش منك. ليه بقى ما تقبلش؟ اصل كل اثنين راوتر قدام بعض بيتقبل من واحد وبيترفض من الثاني. كل اثنين راوتر قدام بعض ماستر وسليف. كل اثنين راوتر قدام بعض، واحد ماستر وواحد سليف. المهم ايه؟ عديها واكتب بس امر كلوك ريت للسيريال. اتقبل منك ماشي، قال لك ايرور ماشي. طيب وانت بقى بتعمل الخطوه دي، هنا هيبقى الخطوه دي بقى. وانت بتعمل دي وبقى اعمل جميله كده وحط اللوب باك. يعني عملت انترفيس فاست ايثرنت، عملت السيريال، اعمل لنا كمان اللوب باك. اللوب باك بتاعتكم كام؟ انتوا جلاتا سراي. هتبقى 192.168.4.1 ده اللوب باك بتاعتكم. طب الناس الاونلاين اللوب باكاتهم كام؟ اللوب باك بتاع دي 11 11 11 11 32. ببعت لكم الرسم على فكره الاونلاين برضو. 7 7 7 7 32، 8 8 8 8 32، 9 9 9 9 32، 12 12 12 12 32. طيب حلو. الخطوه الاخيره في اللاب دوت احنا عايزين نعمل ايه؟ او اس بي اف اريا زيرو. ازاي اخلي الراوترات تشتغل او اس بي اف اريا زيرو؟ والله سهله. بص انت ممكن تعمل ايه؟ تريح دماغك. راوتر او اس بي اف 1 انتر، هيفتح لك كونفج داش راوتر. عندك بقى كميه انترفيسز بلوب باكات بسيريال بايثرنت وجع قلب. انت ممكن تختصرها في الامر ده نتورك، تكتب 4 اصفار 4255. بيعمل ايه الامر ده؟ كده انت بتحط وايلد كارد ماسك دونت كير دونت كير دونت كير دونت كير، وخلينا لسه اريا زيرو. طب اترابل شوت ازاي؟ بص مش هنعدي لسه الخطوه دي لما نخلص بس كلنا، لان في خطوه ثانيه في لاب ثاني عندنا احنا عايزين نشتغل حاجه اسمها توتال ستوب اريا اللي هو اهم نوع اريات. احنا هنخلي الاريات ما تشوفش تفاصيل وبرده تقدر توصل ده. فلحد ما نعمل الخطوه دي عايزك كل اللي تشوفه شو اي بي او اس بي اف نيبر، شوف النيبر تيبل، شو اي بي او اس بي اف داتابيز، شوف ال اس ايز، واخيرا شو اي بي روت اللي بنشوف فيه اذا كان الراوتر مبسوط ولا مش مبسوط. حد بس بقول لك يعني ايه، ارجوك بس ما تسبقش وتعمل الليفل اللي بعده غير لما الناس بس كلها تبقى ايه اتعلمت بس من الشهادة دي. كمبيوتر ولا راوتر؟ لا لا الراوتر دي سهله. هوقف التسجيل ثانيه، سماعه في ودني لو احتجتوا حاجه اونلاين. بصوا احنا على انهي راوتر؟ انا على راوتر مانشستر.
مانشستر ده في طرف الشبكه، وعايز اوري حضراتكم بعض الحاجات المهمه. بص نبدا الاهم اللي فيه، مش ازاي تكونفيجر اوز بيف. كونفيجر اوز بيف ده من السيسي انت تعرف تعملها، انك تفهم بقى الشوهات اللي فيه. طيب بص بقى، انا على مانشستر هعمل ايه؟ طيب هقول له كده شو اي بي او اس بي اف، وقبل الشوهات اللي احنا عملناها دي في شو اي بي او اس بيف انترفيس. ده بيطلع لي شو اي بي او اس بيف انترفيس، ده بيطلع لي الانترفيسز اللي شغاله او اس بي اف. بعض الاي او اس فيرجنز فيها كوماند اسمه بريف، شو اي بي او اس بيف انترفيس بريف، مش كله عليه. فانا هجرب لك الاول بريف، طلع لك كده جدول مين الانترفيسز اللي في مانشستر اشتغلت او اس بي اف. طلع لك بكل بساطه كده لوب باك زيرو شغال او اس بي اف. نشكر مانشستر ان هو عمل لوب باك زيرو، اشكرك. سيريال زيرو على واحد على زيرو، اشياء بص انا كنت كاتبها على السبوره زيرو على زيرو على زيرو، بس طلعت لما وصلت في الراوتر طلعت زيرو واحد زيرو. وفاست زيرو على واحد، هي فعلا فاست زيرو على واحد اهي. بي اي دي بروسيس اي دي، بصوا في بروسيس كام؟ بروسيس 1 بروسيس 1 بروسيس 1. اريا زيرو، في اريا زيرو. فده مطلع لك من اخر ملخص البورتات اللي مالها اللي اشتغلت او اس بي اف. ايه كمان؟ بص ايه كمان مطلعه لنا؟ الاي بي بتاع كل انترفيس والماسك، اللوب باك تبع ماسكات 32، السيريال ماسكات 30، الايثرنت كان ماسك 24. الكوست، معلش الكوست ده جه منين؟ حسب 10 اس 8 على الباندويتس. ف 10 اس 8 على الباندويتس بتاعت اللوب باك، 10 اس 8 على الباندويتس بتاع الايثرنت، 10 اس 8 على الباندويتس بتاعت السيريال، وبدا يحسب ايه؟ الكوست كام؟ في حاجه مهمه بقى كمان، الستيت اللي هي نوع الانترفيس. لوب باك بوينت تو بوينت دي ار، يعني فيها انتخابات، ده في انترفيس طلعت دي ار. بص بقى ايه الانترفيس اللي طلعت دي ار؟ مفاجاه المفاجات. في راوتر مانشستر اللي على الشمال ده في انترفيس اسمها فاست زيرو على واحد. الراوتر ده كسب الانتخابات على مين؟ على نفسه. يعني ايه كسب نفسه؟ في الاخر هو لقى في سويتش ايثرنت، فقال لك طالما في سويتش وانا اول واحد قمت انا الرئيس. يعني ايه ده؟ طالما في سويتش ايثرنت ابقى رئيس، ابقى رئيس. بس رئيس فعلا على نفسه، يعني رئيس على نفسه، يعني مش هيطلع حتى بيها تايب 2 ال اس اي. ليه مش هيطلع تايب 2 ال اس اي؟ مش دي ار بيطلع تايب 2؟ ما هو انا مش رئيس على حد. يقول لك ايه تايب 2 ال اس اي؟ بيقول فيها انا رئيس. وليست اوف لوزرز، مفيش لوزرز اصلا، فمفيش حاجه تتحكي يعني. بس مجرد ما يظهر راوتر ثاني على نفس سويتش يقول لك بس انا رئيس عليه، بيطلع تايب 2 ال اس اي. فانا قصدي كده هو رئيس مع ايقاف التنفيذ، بس على الاقل هو اقدم راوتر. مين الرئيس؟ اقدم راوتر فين؟ ناحيه اللان دي. الشرطه دي فعلا سويتش لان موجوده فوق، اول واحد فوق في الراك. طيب فالقصد ان ايه؟ طلع شويه تفاصيل لطيفه في الشو دوت. الشو ده في بعض الاي او اسز القديمه شويه ما فيهوش كلمه بريف، فبيطلع بس ايه؟ تفاصيل رخم شويه. انتر، بص حاجه تسد النفس. لوب باك يقول لك ان الانترفيسز اللي اشتغلت او اس بي اف لوب باك، وتفاصيل وسيريال وتفاصيل. طبعا تفاصيل زي اني بروسيس، اني اريا، ايه هو الراوتر اي دي، الهلو كل قد ايه، الديد تايم كل قد ايه. من الحاجات المكتوبه بص حاجه لطيفه قوي، النتورك تايب، نوع الشبكه اللي هي نتورك مود، بوينت تو بوينت كنا قلنا فيه ايه بقى؟ بوينت تو بوينت، وبرودكاست مالتيبل اكسس، ونون برودكاست مالتيبل اكسس. طب تعالوا نشوف معلش الايثرنت، الفاست ايثرنت اهي. بص اهي نتورك مود ايه؟ برودكاست، برودكاست اللي هي بي ام اي اللي هي فيها انتخابات. هو حتى نفسه بيقول لك كده، حالتي دي ار، انا دي ار. مين يعني دي ار؟ انا 1111 هو. طب ومين الباك اب؟ نو بي دي ار. ليه نو بي دي ار؟ ما فيش حد وصل لسه على الشبكه دي. عايز يعني شبكه دي اللان اللي على الشمال، يقول لك ده الراوتر لما يوصل على سويتش يقول لك طالما سويتش ايثرنت احتمال يبقى كتير، فانا هنتخب نفسي رئيس، بس رئيس مع ايقاف التنفيذ. اول شو بالنسبه لنا كان اي شو؟ شو اي بي او اس بيف انترفيس او انترفيس بريف. شو مهم جدا جدا، ويمكن ايه فيه كل التفاصيل الكافيه والشافيه. الشو بقى الثانيه، شو اي بي او اس بي اف نيبر. معلش خلينا اصغر الفونت شويه، انا كبرته واضح زياده عن اللازم. معلش كنت في برضه كشاف اللي هناك جهاز ايه الصوره تبقى اوضح لحضراتكم. الله ايه ده؟ مين اللي قال في الكشاف؟ مين اللي قال؟ عايز بصوا، مش عايز، مش لازم تشوف، احنا ممكن بالاحساس. بالظبط كده هتعمل بالظبط، يعني اللي هيحكيه احكيه بالظبط في 10 دقايق ونبقى خلصنا فعلا. ده عشان المروحه ولا ايه؟ بص طول ما انت بتيجي بدري طول ما احنا بنخلص بدري، كل مره عايزك تيجي بدري. انا جيت اتفائل بيك يا ابا، يعني جيتي لما الدنيا ضلمت. انا جايه تيجي. الله انت هتيجي وتناموا كده؟ انت عارف
طب جبت الفشار معاكي؟ الله الله اكبر، يا سلام يا سلام. طيب هم شو اي بي يو اس بي اف نيبر. طب بص طلع لنا ايش شو دوت، هيطلع لنا مانشستر ليه كام نيبر. بص بقى طلع لك ان النيبر بتاع مانشستر 192.168.2، ده ايه ده؟ ده الاي دي بتاع باريس، ده الاي دي. ايه هو الاي دي؟ نيبر يعني دايركت كونكتد بالظبط بيه. فاهم؟ بص بقول لك ايه بقى، يعني ايه الاي دي بقى يا هندسه؟ الاي دي اللي هو لو في لوب باك، بص باريس اهو على السبوره، لو في لوب باك اللي هو دوت 1 دوت 2 ده اللوب باك، لو ما كانش فيه لوب باك كان هياخد اعلى فيزيكال اكتف انترفيس، بس احنا عندنا لوب باك. الستيت فول ستيت. فين تاني الستيت؟ بص كنا قلنا في حاجه اسمها تو واي ستيت، بص كان داون ستيت وانيشال ستيت وتو واي ستيت. ده امتى؟ ده لما يبعتوا لبعض هلو. طب لو بعتوا لبعض ابديت اسمها فول ستيت، بس فول ادجيسنسي فول ستيت، صح؟ بس ولا ايه؟ بس هي قالت لي قول تاني، فانا بقول تاني. بس انا ما قلتش بس، انا ستوب نقطه فول ستوب. انا كده قلت اللي انا قلته تاني فول ستيت. طب ايه الداش اللي جنبها دي؟ ان النيبر بتاعي لو داش دي لا هو دي ار ولا هو بي دي ار، يعني لو هو لا دي ار ولا بي دي ار. يعني لو جاري دي ار هيبان هنا جنب الداش حاجه. تعالى اوري لك حد. هروح ل 100 100 100 100. مين 100 100 100 100؟ ده اللوب باك بتاعت مدريد. وانا ممكن اخش كده على اللوب باك بتاعت مدريد لو مدريد زي على اللوب باك في الاو اس بي اف، يعني كاتب لها نتور كوماند في الاو اس بي اف، اوبا هخش عليه. حصل حصل وصل. ليه بقى؟ الديفولت بتاع الاي او اس انك لو ما كتبتش تنت وكتبت الاي بي بتاع حد يبقى انت عايز ايه؟ الوج ان عليه. والله اي خدمه. بقول لك انا ممكن اعمل لك حركه كمان. استنى استنى ارجع للراوتر ده عشان يكذب. بص هروح قايل له ايه؟ والباسورد ده سيسكو ولا حاجه ثانيه؟ سوري دخلت على راوتر ليه ما بيظهرش عنده داخل على الراوتر بتاعه؟ لا ينفع شوف بامر اسمه شو يوزرز. بص بص الحركه دي، بص الحركه دي صح. بص انا هقول له ايه؟ مدريد لسه لسه هيجرب هيخش. ما تكسفناش قدام الناس، ما تكسفناش. بص هو بيبعت برودكاست عشان يترجم بس من الدي ان اس يا جدع. ما انا عملت الحركه دي عشان اخلي دي ان اس دخل. هو مدريد شايفين الكوماند ده؟ بقول له الهوست اللي اسمه مدريد هو نفسه 100 100 100 100. انا خليت الراوتر يبقى دي ان اس سيرفر. تسقيف يا جماعه، تسقيف. برافو. بص هو الكوماند ده، الكوماند ده اللي ممكن تعمل بيه داتابيز دي ان اس على الراوتر، تخلي الراوتر او سويتش يبقى عنده دي ان اس تيبل. فانا لما قلت له ايه؟ الهوست اللي اسمه مدريد هو 100 100 100 100. فلما ناديت كتبت كلمه مدريد قال لي طب استنى ترجم مدريد ده يعني ايه؟ فقعد يدور على دومين نيم سيرفر، لقى في الاخر مين؟ مانشستر نفسه، دخل هو جوه مدريد. انا كده جوه مدريد فعلا بالايم بالنيم. شكرا يا جماعه. انيبل سيسكو برضو عادي. فانا قصدي لا انا كده كتبت غلط. بص لما كتبت سيسكو افتكرني بدور بالاسم برضو، بس مفيش حد اسمه سيسكو. هيجرب كم مره؟ هيجرب مره اثنين ثلاثه. لما مش هلاقي ان انا كاتب له حاجه دي ان اس هيرجع تاني في عقله يعني. انا بس كتبت حاجه غلط بس. هي سيسكو صح الباسورد ده؟ مظبوط. بس انا عشان كتبت سيسكو مش في الباسورد، كتبتها بره. ايه ده كتبتها غلط. من فرحتي ان الكوماند اشتغل. هو كوماند اي بي هوست، وتحط اسم وتحط بعد كده الاي بي، ده بيخلي الراوتر بقى دي ان اس سيرفر او سويتش لكنه دي ان اس سيرفر. انا ممكن اعرف اي دي ان اس سيرفر؟ مين بقى؟ ممكن اعرف اي دي ان اس سيرفر؟ اي بي اي دي ان اس سيرفر؟ انا عرفت له كده دي ان اس تيبل بس، وعايزه كده اصبح هو كانه دي ان اس سيرفر. انا ممكن بقى اجي لكل اللي حواليه اقول لهم ايه؟ الدي ان اس سيرفر فلان اللي هو مثلا مين؟ مانشستر. فكل ما حد فيهم يحب يروح يسال يسال مانشستر طالما هو اللي عنده الداتابيز دي. طيب بص انا هقول له تاني انيبل والباسورد سيسكو صح دخل. طيب بص انا على مدريد هقول له شو اي بي او اس بي اف نيبر. اشمعنى رحت لمدريد؟ لان مدريد عنده نيبر المفروض يبقى فيه دي ار وبي دي ار والحاجات دي. اوبا اها مدريد قال لك انا عندي جار اسمه 200 200 200 200 برشلونه اللي بشجعه. الاستيت بتاعته فولي وهو الدي ار. مين الدي ار؟ نيبر هو الدي ار. يعني مين الدي ار؟ كده برشلونه هو الدي ار. وما انا بقى ايه؟ كده انا بي دي ار كده.
فين بقى انا بي دي ار اهو شو اي بي او اس بي اف انترفيس. يا رب يطلع بريف شغال هنا، مش موجود للاسف. لا موجود ان شاء الله موجود. فطلع فين بقى ان الانترفيس اللي هي الايثرنت 2 على 0 بي دي ار، طلع بي دي ار. طب لو ما عندكش الشو بتاع شو اي بي انترفيس بريف يبقى من غير بريف. طيب فين يطلع بي دي ار؟ فين الانترفيس الايثرنت؟ بصوا طلع لك ان الدي ار 200 200 200 200، البي دي ار 100 100 100 100. لو مين انا؟ انا مين اللي انا هو؟ انا مدريد. فالقصد اني بقول لك ايه، شويه شوهات عسل، يعني شويه شوهات تطلع لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها. هرجع مره ثانيه لمين؟ لمانشستر. طيب عملنا اي شو؟ شو اي بي يو اس بي اف انترفيس، مهم قوي جميل قوي. شو اي بي يو اس بي اف نيبر عسول، الاحلى بقى شو اي بي او اس بي اف داتابيز. صح داتابيز. طيب بيطلع ايه بقى الداتابيز ده؟ انا عايز اقول لك على مفاجاه. شو اي بي يو اس بي داتابيز، ناس كتيره وناس قديمه فاكره انه بيطلع داتابيز. اها يا جدع، ما بيطلع ايه؟ بيطلع حاجه اسمها داتابيز ديسكريبشن وليس داتابيز. يعني ايه بقى؟ اللي مرسوم ده كده الموجود ده كده اسمه داتابيز ديسكريبشن. يعني ايه ديسكريبشن؟ مجرد ده عنوان للال اس اي، ده مش الال اس اي بالتفصيل. يعني شايفين السطر ده كده؟ بيقول لك ان في ال اس هي من مين؟ الادفيرتايزنج راوتر 1111، يعني 111 اللي حكى عنها. من كام ثانيه؟ من 1204 ثانيه، ده بالثواني. يعني بص ده بالثواني، ها لو عملت الشو ده تاني، عملت الشو ده تاني زاد. كان بص 1204 بقى 1240 بيزيد، فعدد بيعد بقى لها كام ثانيه ال ال اس اي دي. طيب مالها ال اس دي؟ بسيكونس نمبر. بص في اثنين سيكونس نمبر، ده بالهكسا 0 اكس اكس 8 6 0 4. حد عارف ده معناه ان ال اس اي اتغيرت كام مره؟ ابديت اربع مرات، يعني اللي اخره 8 0 0 1 ده اللي ما اتغيرش ولا مره. ده مين العبقري ده اللي ما حصلوش ولا تشين؟ دوت 1 دوت 2. مين دوت 1 دوت 2؟ ده باريس. ايه يا باريس الحلاوه دي؟ ستيبل من اول ما اشتغل، ما وقعش في دوت 1 اخر 1. طب في حاجه اسمها تشيك سم. ايه تشيك سم دي؟ عايز افكرك ان الداتا بيز ال ال سي بالتفصيل تخش على معادله كده زي السي ار سي، بيطلع حاجه اسمها تشيك سم. لا 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 حلوه قوي كده. اه دي ما صدقت اشوفها، ما صدقت اشوفها. ده في عندنا حد متغير خمس مرات اهو. طيب دول مين كده؟ بص بقى 1111 اللي هو مانشستر، تمام. هو ليه طلع باسم 1111؟ جايز والله مانشستر ما عرفش لوباك، جايز عرف لوباك بعد ما شغل اوز بيف، الله اعلم. يعني تعالى اوري لك 1111 غير من رقم ده. كنا قلنا بص 8004، قلنا ال ال سي بتبدا بواحد، وكل ما بيحصل تغيير قلنا زي الفي تي بي كده الرقم بيزيد. يعني بيقول لك ايه، تعالى نشوف شوران هو ليه مش طالع طالع بفيزيكال انترفيس ليه. بص هو معرف الفيزيكال انترفيس والفيزيكال انترفيس وما عرفش لوباك، وما عرفش لوباك. لا ما عرف لوباك اهو، انا اسف انا اسف بس اهو عرف لوباك. طيب جايز ايه اللي حصل؟ جايز يكون عرف الاوز بي اف بعد كده قوم لوباك. بقول لك ايه، دي فرصتنا. لا دي فرصتي انا، عرفت الاوز بي اف اقول له اوز بي اف 1 صح؟ لا او اس بي اف 1. بص اروح قايل له ايه؟ هقول له راوتر اي دي، هخلي راوتر اي دي 192.168.1.1. بص الحركه جايه دي، هدوس انتر. قال لي لازم تريلود او تستخدم امر كلير عشان خاطر الاوز بي اف يشتغل من اول وجديد، ويعمل ايه؟ وياخد الكوماند بتاعك. عايز افكرك ان الراوتر اي دي بيتاخد ازاي اساسا؟ بالامر ده الاول، ولو ما لقاش الامر ده بيشتغل على اللوب باك، لو ما لقاش اللوب باك فيزيكال انترفيس. فبص هعمل ايه بقى؟ هقول له كلير اي بي او اس بي اف او اس بي اف بروسيس. هوب، قال لك انت متاكد انك هتكلير؟ بص الديفولت ده لما بين قوسين نو، لو دوست انتر مش هيكلير. فناس كده تقول لي ايه؟ تقول لي يا باشمهندس احنا عملنا كلير وما اشتغلش، ما انت دوست نو ما خليتوش كلير. هو لازم يسالك وانت تقول له يس عايز كلير، تمام. فكده ايه اللي هيحصل؟ كده المفروض ان الراوتر ده يبدا يغير من الراوتر اي دي بتاعه بناء على ايه؟ على انا كتبته له. اختفت 1111 وظهر ايه؟ 192.168.11. من كام ثانيه؟ ده لسه. بص بقى انا اذيتك يا باريس وحسدتك، من ثانيتين اتغيرت. ليه اتغيرت؟ ما انا لما الراوتر مانشستر اتغير باريس عشان نيبرلي بقى داون. باريس هو كمان حصل فيه تغيير، فاخيرا باريس ما بقاش 8001 بقى 8002، حصل فيه تغيير هو. طيب فالقصد ايه ده؟ ثلاثة؟ اوه انا اسف، غيرتك جامد، غيرتك جامد. طيب فالقصد ايه؟ بس انا بس حاولت اظبط ايه؟ اظبط الارقام. طب معلش مين 11 11 11 11 11 11 11
ده روما. روما فمش مشكله. طيب طيب دوت 1 دوت 1 اللي هو مانشستر، 1 2 باريس، 3 2 مين 3 2 برضه روما؟ ده في حاجه غلط. طب 3 3 بص 11 11 لا لا اللوب باك اه بس في فيزيكا الانترفيس عندنا اسمها 11. اه استنى ايه ده 11 11 دي اونلاين بس ولا اونلاين دخلوا معانا عشان اسمع. بص هو غالبا ده اللي حصل. محمد اسماعيل عشان طبعا مش مركز معانا وبيفكر في اسكندريه والبحر والهواء والجو. انا اسف والله مش قصدي. بس انا قصدي بص 3 1 مش لاقيه عندي. فمين 3 1 المفروض كان يبقى يوفنتوس. طب اقول لك ايه، انا عندي 3 1 يا جدع. طب بقول لك ايه اهو 11 11 11 11 شوف صدق فعلا ظلمته. طيب 192 168 انت كام 3 1 3 1 اه صدق ظلمتك مش انت دخلته على يوفنتوس على طول. بقول لك انت متخيلين هنعمل ايه دلوقتي؟ انا من مانشستر في الشمال دخلت على يوفنتوس في اليمين على طول، يعني ده معناه ان انتوا عظمه، عملتوا شغل عظمه، انتوا شغلتوا لاب عظمه العظمه. انا عملت كلمه على 11 مش تقدر تشتغل عليه. قلت له ان حد مش عامله لوب باك كده 11 مش حد عامله لوب باك، حد عامله بايديه. طب معلش ممكن حد يقدر يدور عنده كده مين اللي عمل دوكومنت في الراوتر اي دي 11 11 او لوب باك 11 11 دي؟ عارف عرفت ممكن تجيبها ازاي؟ بشو اي بي او سبيف شو اي بي انترفيس بريد. شوفوا لنا بس مين اللي عامل كده. اه 11 11 11 عندك انت؟ انا ايه اجي عندكم انتوا في الراوتر في الضلمه دي؟ والله ما اعرف مش هعرف هبوظ الدنيا. اخش من عندي حالا على مين اني راوتر حالا 1 1 و 2 بس ما عنديش 11. يا بص شو اي بي سبيف شو اي بي انترفيس بريف حد عنده 11 دي لوب باك او حاجه؟ مفيش في دخيل عندنا. انا على مانشستر اللي هو فوق تشيلسي. طيب خلينا نبص على حاجه خش على المهم يعني مش مشكله هنعرف نطلع من 11 دلوقتي. بص مين 100 100 100 مدريد، مين 200 200 200 برشلونه، 4 1 ده جلاتا سراي، 4 2 ده بايرن، 3 2 ده المفروض يبقى روما، 3 3 ده الميلان، 1 1 ده مانشستر، 2 2 1 2 ده باريس. فين بقى 3 1؟ الله ده بقول لك ايه، انا دخلت على 3 1 دخلت عنده هو بس هو مش كاتب 3 1. طب بقول لك ايه هخش 3 2 جايز 3 2 ده الغلطان في 3 ار 2 ده عظيم اللي عمل ده. مين ده روما ولا مين؟ روما. مين روما؟ عظيم جدا والله. طب بقول لك ايه اتاكد بس كده شو اي بي انترفيس بريف مش انت اللي عندك 11 11 11 11. طب انا شاكك في مين؟ 3 3 3 3 ده انت عم؟ لا انت خلاص شفت صح؟ انا بثق فيك وعمري ما هدور وراك. طب اقول لك ايه؟ ما فرقتش، هو في راوتر من الراوترات دخيل. الله اعلم الله اعلم، جايز اللي حصل. بص هو الراك، الراك بصراحه مليانه راوترات وفي ناس ما اشترتش عليها، يعني في راوترات زياده. فجايز راوتر منهم كان مثلا عامل له كونفجريشن ايه؟ بص يعني ساعات كنت الناس الاونلاين بعمل لهم بدل على الباكت تريسر بعمل لهم على الراوترات الحقيقيه. بس قلت اخليهم باكت ريسر عشان اشتغل، فجايز انا حطيت الراوتر ده في وسط الشبكه ومشغله يو اس بي اف ومسيب، يمكن كده يعني ملهاش حل غير كده. مين مش شغال برضو؟ طب تعالى نعد عدد الراوترات الموجوده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وفين اللي على الرسمه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ايه ده؟ تشيلسي مش شغال فعلا، اقول لكم ايه لا ده راوتر معانا وحد شغال. ده كده اثبت ان حد شغال. احنا عارفين ان هو شغال ليه؟ الراوتر كنت مش شغال ليه؟ عشان انتوا ما عملتوش كونفجريشن. حاجه اعمل لكم انا الكونفجريشن مثلا؟ كل اللاب شغال الا انتوا. انا لا حاجه سعيد حاجه سعيد صدقيني حاجه سعيد تعالى لا لا هجي لكم يا سعيد. بقول لكم مفيش اي راوتر خافي. طيب يا جدعان بايرن جلاتا بصوا تاني نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واحنا 10 واحد شغال فعلا مش واحد غريب مش واحد غريب. طب بصوا ايه 1 1 مانشستر معلش مين مانشستر؟ حصل. طيب 1 2 باريس صح شغال 3 2 و3 3 روما وميلان
4-1 4-2 3-1 يبقى انت ال 11 اكيد بقى مش غيرك. نرجع تاني 3-1 شورم في حاجه في الكونفيجريشن بقول لك ايه ممكن تكون عملت لوباك ومسحتها بعد ما سوز بيف. طيب ادي اللوباك بتاعتك صح الفيزيكال انترفيس صح السيريال والسيريال صح والاوز بي اف يعني مفيش حاجه ابسط من كده. طب بقول لك ايه اللي هيكشفه شو اي بي او اس بي اف انترفيس هوبا الراوتر اي دي بتاع 11 11 11 11 هو كان في لوباك واضح انها قديمه وبعد كده اتمسحت غالبا. بقول لك ايه عارف جايز مش غلطتك انت جايز الراوتر ده كان عليه كونفيجريشن. بقول لك ايه طب انا مصدقك انا مصدقك بص انا هصدقه لسبب انا هعمل له شو ستارت. شو ستارت يعني هل كان في كونفيجريشن بدانا بيها هو مش هو اللي عاملها شو ستارت. ظلمتك كان راوتر اسمه سي 1 دي كوماندات قديمه فعلا اذا عرف السبب بطل العجب كان مشغل الصفر فاكرين صفر. انا اسف ظلمتك وكان ليها لوباك 11 الله اكبر ظهرت الحقيقه. انا اسف يا صاحبي ظلمتك ودي كانت كونفيجريشن اللي بيها الراوتر صح. طب هنعمل لك نفس الحركه كونف تي راوتر او اس بي اف 1 وهقول له راوتر داش اي دي 192.168.3.1 لا اثبات محلك 3-1 وهكلير البروسيس وهقول له كلير كلير اي بي او اس بي اف بروسيس. تاني هيقول لي ايه؟ هيقول لي انت متاكد انك عايز تكلير البروسيس؟ نو يعني لو دوست انتر مش هيكلير هو خايف بس ان ايه تكون انت دوست الامر غلط فبيعايز ياكد عليك انك تكلير معناها هتطفي الاوز بي وتشغله. اقول له يس انا عايز اكلير. مبروك يا صاحبي ظلمتك والله. بص اصلا راوتره هنج ليه هنج معايا؟ عشان خاطر مسح الاوز بي اف فمش عارف اوصل بدا يظهر. ايوه بقى كده ايوه بقى كده كله شغال ما عدا تشيلسي صح؟ تشيلسي حامل. طيب بص بقى دي اسمها راوتر ال اس اي. يعني ايه راوتر ال اس اي؟ تايب 1 نتورك ال اس اي تايب 2. مين بقى اللي بيذيع تايب 2؟ الدي ار برشلونه. مين الادفرتايزنج راوتر؟ 200 برشلونه. بص بقى دي ده الاي بي بتاع الويننج انترفيس. يعني ايه بقى؟ ده الاي بي بتاع الانترفيس اللي كسبت. هو انهي انترفيس في برشلونه اللي كسبت؟ اللي على سويتش اللي واصله على سويتش اللي هي الايثرنت. فعلا الاي بي ها 6112 خلاص. دي مش التفاصيل. امال ده ايه؟ انا عايز افاجئك ان ده اسمه الديسكريبشن. خد معايا بقى دي شو اي بي او اس بي في داتابيز راوتر ده هيطلع لك التفاصيل وما تزعلش من اللي هيحصل. هوبا دي تفصيله ال اس اي ال اس اي. بص انا هدوس ايه؟ انتر عشان يجيب لي ستور كتيره ستور جديده. دي كلها ايه؟ ده دي اللي بيترسم منها الداتابيز بيترسم منها دايجكسترا. دايجكسترا بياخد ال اس دي بي دي ال اس دي بي بقى التفصيل داتابيز راوتر. كلمه راوتر بتخليك تطلع التفاصيل كلها. بص انا ايدي وجعتني تخيل الراوتر اللي بيقعد يرسم الرسمه من كل التفاصيل دي ويربط ايه؟ يربط الرسومات دي ستوب نتورك بوينت تو بوينت نتورك بعد ايه؟ بوينت تو بوينت نتورك ستوب نتورك ستوب يعني في الطرف بوينت تو بوينت ما بين راوترين. بص انا ايدي وجعتني مش قادر بس انا بمثل طبعا ايدي وجعتني لسبب عايز اوري لك ان كميه الداتابيز ل 10 راوترات بس كتيره. المفروض لحد كام راوتر نحطهم في الاريا؟ 100. فانت متخيل لحد 100 راوتر كميه التفاصيل اللي طالعه هتبقى قد ايه؟ بص ايدي وجعتني ايدي وجعتني. بقول لك ايه؟ بدل ما هدوس انتر اطلع سطر سطر هطلع سب مسطره يطلع لك صفحه صفحه. يا بص صفحه ايه ده؟ يبقى اخر واحده؟ ماشي. فالقصد كميه التفاصيل كتيره. طب والراوتنج تيبل شو اي بي روت ان شاء الله يطلع الراوتر مبسوط اهو. بص مطلع حاجات كتيره بالاو بالاو. بقول لك ايه؟ تعالى نترجم سطر منه. بالاو يعني بالاوز بي. شايف الشبكه دي؟ ايه الرقم اللي ما بين قوسين دول؟ ده الادمن ديستانس 110 وده الكوست ده المتريك. ده النكست هوب فايا يعني عبر النكست هوب ودي الانترفيس السيريال. اني واحد في الباقي اهو خمسه. تعال نشوف تاني. شايف واحد واثنين وثلاثه و100 خمسه. بقول لك ايه ده بتاع تشيلسي برضه صح؟ يبقى ما بين اربعه. بقول لك ايه؟ شكل مدريد اللي موقعك. انت اكتشفت الغلطه. شكل مدريد اللي موقعك.
ليه بقى؟ لخمسه لاربعه اللي هو ما بين مدريد وتشيلسي، شكل مدريد المؤهل. انت كده ايوه ماشي. طيب بص هيتغير شوت حالا من الكونفجريشن ايه ده؟ امين بقى اه بس صح. طب بقول لك ايه، زي ما انت شايف كده 10 راوترات بس ومشيبنا في التفاصيل دي كلها. تعالى بقى نعمل حاجه احلى. مين جاهز معانا؟ مدريد جاهز؟ برشلونه جاهز؟ طيب مانشستر بقى والباقيين. بص بقى مانشستر وباريس هنشتغل ان انتوا في اريا واحد، وعايزين نشتغل توتال ستوب اريا. بص هتعملها ازاي؟ البيان على المعلم. مانشستر هيعمل نو راوتر او اس بي اف 1. ده بيعمل ايه؟ هنهد معلش المنظومه كلها ونشتغل بقى مالتيبل اريا عشان نشوف ازاي الدنيا هتبقى ابسط. طب بص هقول له ايه؟ يا راوتر او اس بي اف بروسيس 1 عادي. نتورك عادي شغل كل الانترفيسز 0000 255 255 255 255. ايوه بقى اريا 1 كده هنبقى اريا 1. اقول له بقى اريا 1 دي، بص الحركه الجايه دي ايه ده؟ الحبر بتاع الكيبورد خلص. طب نعملها ازاي دي؟ معلش حدش معاه حبر كيبورد. هوبا اشتغلت اريا 1 وهقول له كده ستوب نو سمري. بيعمل ايه ستوب نو سمري ده؟ بيخلي الاريا 1 ستوب نو سمري توتال ستوب. عشان يبقى توتال ستوب ما يدخلش لا تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 3 ولا تايب 4، لا سوري ما يدخلش لا تايب 3 ولا تايب 4 ولا تايب 5، 1 و2 بس. طيب بقول لك ايه، لازم الراوترات اللي جنبي تبقى نفس رقم الاريا ونفس نوع الاريا. مانشستر انا خلصت، باريس الدور عليك. طيب مدريد هيعمل ايه بقى؟ بص يا مدريد نص ونص. من ناحيه يا مدريد هتشتغل اريا واحد وتخليها توتال ستوب، ومن ناحيه اريا زيرو عادي. برشلونه معلش برشلونه هيعمل ايه؟ برشلونه هتعمل كده. برشلونه هتخلي الناحيه دي اريا زيرو. بصوا اريا زيرو ما ينفعش تبقى لا ستاب ولا توتال ستاب، لو جربت تعملها ستاب يقول لك ما ينفعش، اريا زيرو دي باكبون. فاريا زيرو هتخليها اريا زيرو عاديه، وبرشلونه بقيه الانترفيسز دي هتخليها ستاب. بس بص بقى انا اخترتكم على برشلونه مخصوص عشان عارف ان انتوا قدها يا شباب. اللي هي ايه بقى؟ الانترفيس دي ودي هتبقى في اريا 3 وتوتال ستوب، ودي في اريا 4 توتال ستوب، دي ودي اريا 3 لا اريا 2 تشيلسي بس واقع. فالمفروض برشلونه بس يحاول، بقول لك برشلونه حاول تكونفيجر الانترفيس بتاعته، يا كلوك ريت ناقص يا نو شت داون. ماشي بس كده برافو. طيب مين بقى؟ روما، ميلان، يوفنتوس. جاهزين؟ هتمسحوا الاو اس بي اف من عندكم وتشغلوا كل الانترفيسز او اس بي اف اريا 3 وتوتال ستوب. بايرن وجلاتا هتمسحوا الاو اس بي اف، تشتغلوا ان انتوا في اريا 4 وتوتال ستوب برضه. وانا هرجع تاني اتفرج، انا هرجع تاني اتفرج، والناس الاونلاين برضه معايا نشوف بعد ما زمايلكم هينفذوا الخطه هيحصل ايه. فتاني اللي في بود 1 اللي الراوتر مكتوب جنبه بي 1 يبقى اريا 1، بي 2 اريا 2، بي 3 اريا 3، بي 4 يبقى اريا 4. وعايزها توتال ستوب، يعني ايه توتال ستوب؟ الامر اهو اريا وتحط رقم اريتك 4 ستوب نو سامري. دي احلى نوع اريا اسمها توتال ستوب. بتعمل ايه؟ تخلي الراوترات دلوقتي، بص مانشستر اللي كان شايف تفاصيل هيبقى رايق على الاخر، رايق جدا، هتشوف ازاي. انا حتى جاهز ايه؟ جاهز بالشو اللي يوري لك قد ايه هو رايق. اسماعيل واقف في امر طيب ولا في ايه؟ الكونفج بقى كونفي تي الاول كونفي تي. اه ماشي. لا 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 خالص. ايوه يا اخي هنعمل ايه؟ قول قلبي. لا لا خالص، ليه مش انت عملت نو وشغلته تاني؟ انت كده لا، ما انت الغيه وشغله بقى، عايزك تقول شغله. لا نو الاول، لا مش كلير بقى، كلير بيخليه انك انت بدل ما انت الكوماندات هو يقوم كوماندات تاني. احنا المره دي عايزين نعمل كوماندات جديده اصلا، لازم تعمله نو. يعني نو راوتر او اس بي اف. ونفس الكلام الناس الاونلاين برضه عايزكم تعملوا موضوع ان الاريا واحد واريا اثنين نو راوتر او اس بي اف 1. نو راوتر او اس بي اف 1. يعني بص اهو انا اوريكم كوماندات اهي، بص بص اهي اهي فوق اهي اهي، بص بص نو راوتر او اس بي اف 1 كده شلت الاو اس بي اف. بعد كده هعمل او اس بي اف ثاني بس هشتغل في اريا كام؟ في اريا واحد.
سبيس 1. لا انت بروسيس 1، بروسيس ما ينفعش تبقى زيرو. انت اريا زيرو، بص زيرو اللي فوق، اللي فوق دي اسمها رقم البروسيس. انت اكيد ما عملتها زيرو ما يرضاش اصلا، مفيش حاجه اسمها بروسيس زيرو. بروسيس 1 اريا زيرو، هنا بقى اريا 1. انا هتلغي الاو اس بي اف كله من اساسه اللي هو بروسيس 1 كلها، وهتشغله تاني في اريا 1. انت اصلا كنت شغال بروسيس 1 واريا 0 ها؟ مساء الفل يا مصطفى باشا. ايه ده؟ مدريد اهو. لا انتوا مش غلطانين على فكره، عملتوا كونفيجريشن صح. انتوا اللي سد عليكم الطريق ايه؟ طالما الخمسه ما اشتغلتش يبقى من الاول هنا في مشكله. ايوه مدريد مش انا. لا مدريد هيصلح المشكله الاول. انتوا ممكن تعملوا، انتوا شغلتوا الاوز بيف ولا لسه؟ طيب. طيب ممكن تشغلوا الاوز بيف ان انتوا في اريا 2 واريا 2 دي خلوها توتال ستوب لحد ما هو يقوم الانترفيس بس. خلي بالكوا ان هو عمل ايه اصلا؟ ده هو ما عملش تقريبا نو شت داون او كلوك ريت، هو موقع لكم الانترفيس. ربنا يسامحني بضحك عليهم اساسا. راوترهم اساسا مش واصل بالكابلات. مش واصل بالكابلات وانا خايف اوصل الكابلات افصل الشبكه كلها. يا اما تخلص يا مدريد الكونفجريشن. ليه بضحك عليك والله؟ مش انتوا مش هو فعلا واقف 5 و4؟ طب عايز اميرك ايه الانترفيس اللي واقع عندك؟ الفاست ايثرنت ولا السيريال؟ صح يبقى سيريال. عملت الكونفجريشن ما عملتيش؟ طيب يبقى الناحيه الثانيه ما اشتغلش صح. مدريد لو ما عملهاش انا هصلحها، فانا سايبه لغايه اخر لحظه يعرف غلطته. مدريد وبرشلونه دلوقتي اقرب الاثنين في باك بون. مدريد وبرشلونه ده اثنين باك بون. طب مين فيهم كده الدي ار هتقع؟ الدي ار اللي قام الاول، فالبرشلونه اللي عمل كونفجريشن الاول. ولو كانوا في نفس الوقت اعلى اعلى بريورتي، سويت البريورتي على راوتر اي دي وانا مخلي برشلونه 200 200 200 200 بير انترفيس. الله ينور عليك، يعني انترفيس هي اللي فيها انتخابات وانترفيس الثانيه لا. ميلان عادي. عادي. بس عامل نو سامري احسن عشان يبقى توتال ستوب بس. انت لو كتبت ستوب عادي، لو عملت ستوب نو سامري برضه مش هيخسر حاجه. صورتها؟ صورتها؟ صورتها بس اسمع التاش. صورتها ولسه بس ممكن تاخدنا صور يا ريت. لو ترفعها جروب كمان يبقى دلعتنا على الاكل. انا مش كده برضه، انا مش كده موبايل، الموبايل ده هو كاميرته بايظه. موبايل اللي قدامه ولا كاميرته شغاله؟ ايه؟ مدريد لو قام الاول يا باشمهندس، انت ومدريد بس اللي اشتغلتوا؟ انت اريا 1. بص انت اريا 1 معايا ومع مدريد، مع مانشستر ومع مدريد. طب جايز جايز مدريد ما اشتغلش اريا 0 لسه صح؟ مدريد هم اهو ما اشتغلش لسه. بص هو مدريد بيحاول يصلح مشكلته مع تشيلسي الاول وبعد كده هيقوم الاريا 0. هو بص هو اصلا ايه؟ تشيلسي مخلصين من الاول ضم؟ اكيد سعد ستوب توتال ستوب برضه. بص كل الايات عايزينها توتال ستوب. يعني بص انتوا اريا زيرو واللي واصلين عليهم كلهم ستوب نو سامر. حصل يعني امر ايه؟ اريا 4 ستوب نو سامري، اريا 3 ستوب نو سامري. هو ستوب نو سامري عشان مش خاطر السمريزيشن بالنسبه ل السمري تايب 3 ال اس اي سامري. بص ستوب معناها ممنوع تايب 4 و5 نو سامري تايب 3 كمان. هياخدهم هو ليه مش هيطلعهم اللي بعده، بس بدلها هينجكت ديفولت روت. ايه ده؟ في مس ماتش في الاريا اي دي، حد عامل اريا غيرك. مين بقى؟ 12 1 1 2. خلاص يوفنتوس معاك يوفنتوس، وانت اللي عندك مشكله فعلا. طب ما تكتب كده انيبل وحط كلمه السر. سيسكو بس انت عامل كابس لوك ها؟ سيسكو سمول ليترز كابيتال. لا ازاي اعملها كابيتال؟ انا داخل عليك بسمول. هو كان هو يوفنتوس صح؟ متاكد؟ اصل انا كنت داخل عليك لسه اصلا. طب بقول لك ايه؟ انيبل كده تاني. ماشي سيسكو ماشي. بص شيل بقى الكابس لوك، شيل بقى الكابس لوك واكتب سيسكو سمول بقى برضو. وحد يمكن تاني تغير الباسورد. لا لا هو مش ميز، هو الباسورد بس غلط. انيبل سيسكو مسافر.
سيسكو مسافة. سيسكو مسافة. بصوا سيسكو مسافة. سيسكو كابيتال مسافة. مش أنا إيريا ثلاثة؟ إيريا ثلاثة. أساعد معاك ولا خلاص؟ لا لا. بس أنا حاجة أشيل الأوزبير في القديم عشان ما تلاقيش الراوتر اتلخبط بس. لا نو. شيله خالص أه مش تكلاري. اللي حصل بقى ده يظهر. ديفولت روت أهو خلاص أهو حصل. ماشي. اللي المفروض يطلع معاك روما طلع معاك خلاص يبقى ناقص لك واحد كمان ليه؟ انت روما ويوفنتوس وبرشلونه برشلونه ظهر ناقص يوفنتوس بس كده ناقص يوفنتوس بس بس ده يد على انهي راوتر ده؟ مانشستر يبقى هو ممكن لا خلي بالك اي بي سيف دلوقتي بقت نيبل باي ديفولت ايه بقى؟ ما انا كاتبه ده ما انا كنت كاتب عندك ده انا كتبته عندك انت فقصدي انا اوريدي كنت بعمل كونفيجر الراوتر بتاعك مش هتلاقي كل الكوماندات اللي ظهرت جديده دي عايز تعرف اذا كان في حاجه قديمه ولا لا شو ستارت مش رن شو ستارت يعني شوفوا بيستارت بايه بيبدا بايه هو قبل ما نضيف الكونفيجريشن بتاعتي لا لو ده حتى بعد ما ضفت الستارت بيبين لك بص انتر مفيش حاجه في ستارت وما ده انت كان قايم الضغط بص بقى يا سيدي ضن كده ماشي تعال نجرب بقى انا جاهز بالشو شو اي بي روت شوف الراوتر مبسوط مش مبسوط ده مبسوط جدي بصوا الحلويات دي الراوتر بقى شايف بدل الاوهات الكتيره يعني بدل الاوهات الكتيره اللي احنا كنا شايفينها بقت شايف اوهات اقل معلش اطفي لك النور ده انتوا عملتوا عظمه النهارده ايه ده؟ ما عداش عليا جروب قبل كده بالكفاءه دي خايف احسدكم بصوا كده تاني بدا يبان بقول له قلت له شو اي بي روت او اس بي اف بقول لك ايه من غير او اس بي اف شو اي بي روت بس عشان يبان كمان كونكتد قال لك عندك شبكات كونكتد اللي هي الايثرنت واللوب باك اللوب باك والايثرنت وقال لك الباقي او مش ايه الشبكات اللي بالاو شبكات الاو اللي هي الاو اس بي اف بص بين شبكات قليله جدا جدا وبدل كل الشبكات الكتيره اللي كانت فوق يعني فوق لو تبص كان باين حاجات كتير قوي بصوا كميه الاو كميه الاو بين بدلها او اي اي ستار او ستار اي اي يعني لك عشان اروح لاي حاجه ثانيه بروح ب 0 0 0 0 مين اللي بيزعت لك الكلام ده اطلع ده الاريا بورد الراوتر عايز اقول لك بس ايه التوتال ستوب اريا التوتال ستوب اريا دي اريا ما بتعرفش تفاصيل لا اريات ثانيه ولا اوتونوماس سيستمز ثانيه والاريا بورد الراوتر بتاعها بينجكت لوحده ديفولت روت اهو طب حتى اوريك حتى بص شو اي بي او اس بي اف داتابيز بص الداتابيز نطلع بس ان في مين في 1 1 اللي هو مانشستر اللي هو الراوتر اللي احنا عليه 1 2 اللي هو باريس اشكرك يا باريس على الشغل العيال ومدريد بس دول اللي في اريا واحد ثلاث راوترات بس مين؟ على مين؟ أني واحدة؟ بص ما انت اهو يوفنتوس ما انت ما خدتش جوه راوتر اس بي في الاول قول له راوتر او اس بي اف 1 لا ما هو انت قلت له نو صح انت لغيت الاس بي اف شغله بقى تاني بس في اريا ثلاثه نقول له ايه راوتر او اس بي اف 1 كوماند اريا ثلاثه ستوب ده لازم جوه الاس بي اف طيب وبصوا ايه اللي حصل بيقول لك بقى سامري بصوا السامري ده سامري دي تايب 3 تايب 3 ال اس اي شايف ايه في تايب 3 0 0 0 0 يعني بيقول لك ايه بيقول لك انا شايف تفاصيل الراوترات اللي في اريتي تايب 1 ال اس اي وشايف ايه 0 0 0 اي حاجه وهل الراوتر ده فعلا كده يوصل لاي حاجه بصوا المفروض لو جيت تشوف الراوتنج تيبل فيه اقل قليل وديفولت روت لاي حاجه المفروض انه يعرف يوصل لابعد شبكه اجرب لك مين ابعد شبكه 15 كمان ابعد حاجه جلاتا سراي بلاش ما اشتغلش انا كنت بتحدى العالم بيك يا جلاتا واضح انه ما اشتغلش بقى طب نساعد طيب ماشي مين اقرب حاجه لجلاتا بايرن اي باك كام يا بايرن لا ما عايزين نشوف جلاتا بقول لك ايه اسماعيل بنت خلصت طب بقول لك ايه هنجرب نبينج على زي ما جلاتا بعيد زي ما اسمه ايه ده مانشستر بعيد 13 اللان حتى برضو 13 مين ايه ده مين مش مين مش روم مش فينت يوفنتوس لا انا قصدي اللان اللي بعيده مش اللان بعيده 4 على تشيلسي يعني انت موقع تشيلسي موقع تشيلسي وتقول لي وبتصحيهم كمان طب يا اخي خلص الكونفجريشن بتاعتك صح يا اخي طب بقول لك ايه انت انا عايز اوصل ليك انت اربعه صحيح هخش على الباك مش عامل باسورد ولا ايه
مش عامل باسل. طب بقول لك ايه 15 مره ثانيه، بقول لك ما تعمل لي باسورد انيبل سيكريت، لا لوجن نو لوجن، يعني الكونف تي لاين في تي واي. مين محمد بيه؟ تمام. طب بقول لك ايه نجرب ثاني، بقول لك هو 13 ده تبعك ولا مش تبعك؟ فيش 100 100 كمان مش لاقط. طب استنى كده 192 168 ثلاثة واحد. طب مدريد موقع تشيلسي وموقعك شكله. طب ازاي كده؟ بقول لكم كده كده يبقى ايه واحد بس اللي اشتغل، انتوا اللي بس اللي تروحوا، انتوا بس اللي تروحوا. اه بجد صدقني انتوا اللي مخلصين. 100 ده مدريد شغال عادي؟ الله انت كده خلاص والله مخلص. وشفت اللي احنا عايزين نشوفه في اللاب ده؟ طب بقول لك ايه؟ آه كام بقى؟ 13 لا انتوا كام؟ 19268 4 1 صح؟ 4 2 ايوه بقى يا بايرن. برشلونه خلص من زمان ده، انا معدي الفلانكات كده. اه والله خلاص. بقول لك ايه بايرن، احنا عند بايرن ها؟ شو اي بي او اس بي اف داتا بيز زي الفل. شايف بص شايف مين؟ شايف نفسك وشايف برشلونه واي حاجه ثانيه ديفولت روت. حتى بص شو اي بي روت، ده انت مبسوط مبسوط. بص شايف الديفولت روت بس، يعني مفيش احلى من كده. حلو كده بس ايه ده؟ ما هو انت كده جالاتا سراي مش شغال. حصل؟ طب هو بصوا انا بشوف الداتا بيز. اه لقيتكم في الداتا بيز. ايوه بقى يا جلاتا. طيب استني نرجع مره ثانيه. بينج على 15 بنج. الله اكبر. بص بنجت خلاص عليك من مانشستر. بص اهو تريس. بص من مانشستر هعمل تريس روت لحد جلاتا سراي. بيقول لي ايه ده؟ من ابعد حته في الشبكه لابعد حته في الشبكه. فباقل التفاصيل بص توتر ستوب اريا دي عظيمه. باقل التفاصيل هعرف اعمل ايه؟ هعرف امشي هوب هوب لحد ما اوصل للاخر. عظمه التوتال ستوب اريا في ايه؟ ما بشوفش تفاصيل كتيره بس برضو بعرف اوصل. انا لسه اهو مبنج والبينج اشتغل سكسس 100%. انا بقى اسقف لكم المره دي. برافو يا جماعه. طيب ممكن تصلح المشكله بتاعت تشيلسي؟ انا بص والله هروح له، هروح اتاكد والله. مدريد شغال ازاي؟ يا جدع مدريد ايه؟ انت ميلان؟ طب جرب كده. مش شايفه في الراوتنج تيبل بتاعك؟ ما هي في الراوتنج تيبل مش موجوده لان انت في اريا ثانيه خلي بالك. بنج عليها كده ثاني. طيب اهو بصوا خلي بالكم ايه اللي في التريس ده؟ دي الخطوات. نحن عشان نوصل هنعدي على باريس يري مدريد يري برشلونه يلي اهو اشتغل صح؟ اي خدمه. يلي 9 مين 9 3 وحيد ده بايرن وبعد كده دورتموند بعد كده جالاتا سراي. بعدين مشينا خمس صفات عشان نوصل. انا قصدي الراوتر بقى بيعمل ايه؟ عاش عاش يا مدريد. الراوتر بقى بيوصل بيقول لك تحس ان البينج اسرع. مش عارف حاسه اسرع. بقول لك ايه؟ لا حاسه سريع فعلا. بص 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 ليه بقى؟ ما بيدورش في راوتنج تيبل كبير وداتا بيس كبيره فاحلى بكتير. ولو عايز تعرف اكتر انا هستناك نحضر اكتر ونعمل لابات اكتر. لو حد بس مسيف يقول لي، لو مش مسيف ساعدني في حاجه اطفي الكمبيوتر بس اضمن انك انت مش هتلعب في حاجه وعشان هتغيرها. يعني لو مش مسيف اطفي الكمبيوتر بس. محتاج تجرب حاجه في الباكت تريسر؟ لا اكيد ماشي. وعايز تجرب حاجه حتى هنا؟ ابوس ايدك. لا هو الواحد واخد الفرص ماشي. اقول عليكم حالا انوار. ولو بص تخدمني في حاجه كمان معلش، حاجه كمان اخيره. كابل كونسول، كابل كونسول لو تجيبه معاك. يعني كل واحد بس يفك كابل كونسول. سيب البتاع اللي لونها حبيبي اشوفك على خير ان شاء الله. ايه ده؟ اه خلاص كده؟ ماشي. انت مشيته. ماشي. اشوفك على خير. مذكره ناقصه المره دي. تعالى كويس. احنا لا قصدك اني في اي بروتوكول ولا في اريا؟ لو في اريا يفضل يبقى في الاريا زيرو. اه في اريا زيرو. لا عادي. ليه بقى؟ هو هيقوم بايه لو ما قامتش جزء بالاريا البروس باللوب باك بالفيزيكال انترفيس؟ يعني هيقوم نفسه بالفيزيكال اكتف فيزيكال انترفيس. فقصدي لا عادي.